حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في هذه الفترة الثانية من برنامج اليوم المؤشر. نتابع معكم ختام تداولات رابع جلسات هذا الأسبوع، واللي فقد فيها المؤشر العام 10 نقاط نتيجة لموجات التصحيح التي يمر فيها المؤشرات، جميع المؤشرات في المنطقة الحمراء وكذلك المؤشر الرئيسي اليوم على خلاف يوم الأمس كان في تراجع نتيجة لتراجعات البنوك. نذهب إلى التفاصيل، إلى ما جرى في جلسة اليوم مع الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت. حياك الله عايد. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم. فعلا رائد، جلسة ضعيفة الأداء، جلسة يعني فيها فتور في بداية الجلسة ولكن نشطت في الثلث الأخير من الجلسة. لاحظنا حاليا تماسك جدا طيب على معظم الشركات، تلون أغلب الشركات في المنطقة الخضراء. القطاع المصرفي في السوق الأول تعدل وضعه، عدل تقلب البنوك وضعيتها بعد سلسلة من التراجعات لمدة يومين. السوق الأول الرئيسي متراجع، لسيت تراجع القطاع المصرفي في هذا السوق يعني التجاري والأهلي والمتحد متراجعين، أثر على المؤشر وتراجع هذا المؤشر، لكن بقية شركات السوق فيها نشاط واضح وفيها قوة شرائية كبيرة. لذلك لاحظنا ارتفاع في القيمة وفي السيولة في السوق الرئيسي أفضل من الأيام الماضية، لكن هي جلسة جيدة مشاهدي الكرام، ولكن غصة السيولة المتراجعة بصورة كبيرة جدا عن جلسات الماضية، يعني حوالي 13 أو 14 مليون انخفاض في سيولة هذه الجلسة عن السيولة عن الجلسات الماضية. نذهب مباشرة المؤشرات ومن ثم نبدأ الحديث عن السوق الأول تحديدا ووضعية أغلب البنوك في إقفالات المزاد، وهل راح يكون هناك دخول في إقفال المزاد ولا لا، هذا راح يبين معي مشاهدي الكرام في هذه اللحظات. ولكن اللي قاعد اشوفه حاليا هو تراجع السوق العام ب 10 نقاط وعشرين نقطه، 6361 بكميه تداول 157 مليون و400، يعني امس كانت السيوله الكميه 163، يعني ما فرقت يعني، لكن الصفقات 7039 السيوله 31 مليون 300، امس كانت السيوله 44 مليون 750، يعني فرق كبير حوالي مثل ما قلنا فوق 13 مليون تقريبا الفرق السيولة. لكن السوق الرئيسي اليوم تداول 10 مليون نتيجة تداولات واضحة على أغلب الشركات مثل نور تداولها اليوم كبير جدا، واضح أن عملية جني أرباح نور يعني في هذه الجلسة يعني بعد صعود قوي جدا لابد من تصحيح، لابد من تراجع، وحاليا نور 9 مليون تداولها، هي لها دور كبير جدا في الكمية المتداولة، وبعض الشركات الأخرى كالكيبلات وبعض الشركات، لكن الكيبلات هي سعر أعلى شوية لها تأثير كبير جدا مشاهدين الكرام، حوالي مليون دينار تقريبا. لكن السوق الرئيسي متراجع 13 نقطة بسبب التراجع التجاري والأهلي والمتحد، لهم هذه الشركات لها دور كبير ووزن كبير جدا وتأثير واضح على مؤشر السوق الرئيسي بسيولة جدا طيبة لهذا السوق. ونلاحظ تراجع السوق الأول 8 نقاط و19 نقطة 7097 نقطة و17 نقطة بكمية تداول 40 مليون 600 وبقيم 21 مليون 500، لكن ممكن أن يحدث أمر ما في إقفال المزاد، ممكن تعدل بعض الشركات، ممكن يكون هناك إقفال في يكون هناك نشاط إيجابي. يعني لاحظنا اليوم مشاهدين الكرام بعض البنوك لم تتراجع بصورة واضحة، لاحظنا التجاري، لاحظنا البرجان نشط للغاية، لاحظنا الخليجي نشط، يعني بعض البنوك لم تتراجع فترة الماضية وزالت ما زالت نشطة ووضعيتها جدا إيجابية. لاحظنا بعض الشركات الصغيرة، الشركات الصغيرة اليوم لها دور كبير جدا كالأولى الاستثمار كأرزان، والله أكثر شركة صغيرة اليوم وضعيتها مختلفة تماما. لاحظنا شركات التوزيعات اللي راح توزع كامتياز اليوم مجلس الإدارة بعد شوي راح تحدد نسبة التوزيع النقدي للامتياز، ولاحظنا كيبلات اللي بارتفاعات جدا طيبة، والكيبلات دائما عودتنا على توزيعات جدا مجزية، كذلك أكثر من شركة فيها توزيعات إيجابية في، ولاحظنا في هذه الجلسة بداية النشاط لأكثر من شركة وخاصة هي الشركات ذات التاريخ الإيجابي في التوزيعات المجزية. نذهب مباشرة للسوق الأول ونرى إن كان هناك دخول في إقفال المزاد ولا لبعض الشركات، لكن احنا دائما نعطي قراءة واضحة مشاهدينا الكرام لإقفالات المزاد واذا كان هناك دخول ولا لا. اللي قاعد اشوفه حاليا الوطني يطلب بالحد الأعلى 20 ألف، لكن العرض بالدينار 50 ألف، لا ما راح يتغير شيء. بنك الخليج على وضعيته 16 ما راح يلعب بمنطقة الخضراء، تداوله جيد 5 مليون وشوي. طبعا المفاجأة الكل قاعد يتكلم عن القطاع المصرفي بعد ظهور توزيعات الوطني وتوزيعات بوبيان، الكل قاعد يقول توزيعات تقريبا مشابهة للعام الماضي، أغلب توزيعات القطاع المصرفي مشابهة للعام الماضي. ولكن بعض الإخوان يقول إذا نفس التوزيعات العام كانت الأسعار أقل أقل تقريبا 20-30%. لذلك لاحظنا التراجعات الواضحه في الايام الماضيه على هذا القطاع، لكن مره ثانيه القطاع ما راح يتراجع بقوه، لا راح يستقر ومن ثم يبدا انطلاقه، ما طول يومين ورد مره ثانيه بقوه، خاصه الوطني
وبوبيان وبعض الشركات اللي تراجعت في الايام الماضيه. لاحظ الوطني حاليا دينار 99 ما قلنا، لاحظ الدولي 282 282 على تراجع راح يكون، وبرقان 327 310 لبرقان الطلب افضل من العرض راح يكون على 11، بيتك 903 818 لبيتك يعرض 818 200000 ومطلوب 204 اسهم او 10 اسهم 210000 اسف. بوبيان 726 والعرض 661 راح يتراجع بوبيان راح يفقد بعض المكاسب. مشاريع الكويت 212 212 راح تعدل المشاريع بعد تراجع ل 209، يعني ممكن ان يتغير الوضع الافضل بالنسبه للمؤشرات، ممكن تتداول المنطقه الخضراء او تقلص الخسائر بصوره واضحه. الصناعات الوطنيه 243 220 تداولها 1.5 مليون تقريبا. بوبيان بتكماويات في المنطقه الخضراء وراح يكون في المنطقه الخضراء. القرين 339 309 راح يتعدي القرين كذلك. اجيلتي بوضعيه ايجابيه لكن العرض اكثر من طلب حاليا. زين 655 2200 معروض 537 190000 في عرض واضح لزين. هيومن سوفت في المنطقه الخضراء ما راح يتغير شيء، العرض اكثر من الطلب. جي اف اتش على استقرار ولا ما راح يتغير شيء. الاهلي المتحد البحريني 369 يطلب 126 معروض 334 19000 راح يقلص الخسائر. بنك وربه نفس الطريقه لكن العرض 300000 والطلب 242. ميزان ما راح يتغير شيء لميزان والمتكامله على استقرار في هذه الجلسه، لكن العرض اكثر من الطلب حاليا. يعني السوق الاول وضعيته جيده، في تماسك نوعا ما، في بعض الشركات قاعد تعدل، في شركات لا راح تنخفض، لكن على حسب الوزن، على حسب وزن تاثيرها على المؤشر. حاليا باقي ثواني وندش على مزاد او ندش على دقيقه 38 وبدايه المزاد. ها هو دشينا مشاهدين الكرام، دخلنا في اقفال المزاد حاليا ونشوف ايش راح يصير، هل راح يكون هناك دخول واضح لبعض الشركات ولا لا؟ اعتقد راح يبين معي في هذه اللحظات. والاحظ مشاهدينا الكرام يونيكاب راح تخلص، راح تدش في المنطقه الحمراء. يونيكاب 51 حاليا واخر صفقه 52.5. يونيكاب راح تراجع الديره لا تغيير. ولاحظ اليوم عندي انا وطنيه دوليه قابضه مطلوبه 79 80 ما في تغيير. استثمارات الوطنيه 147 لا تغيير. ايفا لا، العرض اكثر من الطلب حاليا. المركز المالي لا تغيير. ونلاحظ الاولى الاستثمار بوضعيه جيده في هذه الجلسه لكن تعرض 37.2 700000 راح تقلص بعض المكاسب الاولى. الاهلي 270 يطلب نص 550000 الاهلي. الاهلي 570 يطلب 550 والتجاري 527 400 551 الكويتيه 156 155 ايفا. ولاحظ يعني الاقفال على الابواب، الاقفال على الابواب مشاهدينا الكرام. وانا استبق الاحداث كثيرا في سرد بقيه الامتياز بدخول قوي جدا الامتياز 140 يطلب 400000 والعرض 250 على 28. خلينا نشوف ايش راح يصير. ها هو الاقفال مشاهدينا الكرام. وطني يتراجع والخليج بالمنطقه الخضراء وبرقان على ارتفاع. نلاحظ الوطني يتراجع في السين بعد ان كان مستقرا وما تغير شيء، بالعكس زادت الخسائر بعد تراجع الوطني. الوطني له تاثير كبير جدا ووزن كبير جدا. الوطني دينار و95 وبكميات كبيره جدا وسيوله ترتفع الى 33 مليون 700. الخليج بالمنطقه الخضراء. الاهلي على تراجع والدولي بتراجع. برقان بيرتفع بفلس واحد وبيتك بتراجع فلسين. وبعد بيتك عندي بوبيان بيرتفع فلسين وتراجع الكويتية الاستثمار بأربع فلوس. وعمار بارتفاع 12 فلس. مشاريع الكويت على استقرار. أرزان بتسعة أعشار الفلس ارتفاع الأولى. بثمانية أعشار الفلس ارتفاع. الخليجي على تراجع فلسين وسبعة أعشار الفلس. عيان بارتفاع وبدخول قوي جدا. عيان بعد كانت متراجعة أثناء الجلسة. كامكو على استقرار. صكوك بتراجع. نور المتراجعة 9 فلوس بعد كانت متراجعة أكثر لنور. السورية على تراجع. واسيا على تراجع. نلاحظ الامتياز بارتفاع بأربع فلوس 132 للامتياز. دخول قوي جدا على الامتياز، دخول قوي جدا على الامتياز. المباني بست فلوس ارتفاع. عيال العقارية بارتفاع. دبي الأولى. المدن بارتفاع. الصناعات الوطنية بتراجع فلس واحد. بوبيان بارتفاع. عجلتي فلس واحد ارتفاع. زين بتراجع بسبع فلوس لزين. ضغط كبير جدا على زين. التعليمية والتنظيف في المنطقة الخضراء وأريد في المنطقة الخضراء. التخصيص على تراجع. مشاعر المنطقة الخضراء. مباراة المنطقة الخضراء. جياد بارتفاع. الجي اف اتش على استقرار. الاهلي المتحد البحريني بفلس واحد تراجعا. بنك وربه اربع فلوس تراجعا. وبعد بنك وربه عندي انا اس تي سي بارتفاع فلسين. والاولى حاليا الشراء بعد المزاد. الشراء بعد المزاد. نور على تراجع. المباني
عرزان، جيليتي، الامتياز، هذا الشراء واضح، الامتياز يطلب 132 مليون و550، يعني هذه بوادر خير، الدخول قوي جدا على الامتياز بوادر الخير، هل راح يكون هناك توزيع ولا لا؟ التوزيع مجزي افضل من العام الماضي ممكن المشاهدين الكرام، لان الدخول صار قوي في نهاية الجلسة، دخول قوي جدا في نهاية الجلسة بالنسبة لي الامتياز، الحصيلة هي خسائر ب 12.13 نقطة للسوق العام، 6359 نقطة و10 نقطة لكمية تداول 168، ارتفعت الكمية المتداولة، ارتفعت من 157 يعني حوالي 11 مليون تقريبا، 11 مليون ارتفعت الكمية المتداولة بصفقات 7341 وبقيم 34 مليون و300، نصيب السوق الرئيسي اليوم 10 مليون و600 وارتفاع واضح مشاهدينا الكرام للسيوله في السوق الرئيسي، المتراجع ب 10 نقاط ونصف النقطه 4902 وبكميه تداول 133 مليون و800، ويتراجع السوق الاول 13 نقطه و20 نقطه بقيمه تداول 23 مليون و700. يعني مثل ما قلنا مشاهدين الكرام جلسة استغرت بعد تراجعات قوية أثناء التداول، استغرت في نهاية الجلسة، استغرت وضعية جيدة، قلصت كثير من البنوك خسائرها، لكن إخفاء المزاد شوية ردت بعض البنوك للخسائر، لكن الجلسة يعني جيدة فيها تماسك واضح لأغلب الأسعار، يعني ينبئ مما ينبئ بأن القادم أفضل، راح يكون هناك استقرار لبعض أسعار البنوك ومن ثم العودة إن شاء الله للمنطقة الخضراء. هذا اللي قاعد نشوفه مشاهدين الكرام، خاصة في ظل وجود كميات شراء واضحة على أكثر من شركة. الوضع العام جيد، ما في خوف لحد الان، الامور قاعده تسير نحو الافضل، تقسم التوزيعات لها دور كبير جدا في هذه الجلسه، واعتقد الاستمراريه راح يكون لهذه الشركات في قادم الايام ان شاء الله. نذهب للسوق الاول ونشوف تحليل سريع جدا لبعض الشركات، وخاصه ركز على السوق الرئيسي في هذه الجلسه واسهم التوزيعات اللي الكل متوقع انها تقوم بتوزيعات ايجابيه في نهايه طبعا عام 2019 وبيانات عام 2019 اللي بدات البيانات تظهر تدريجيا، خاصه مع اعلان البتروليه المستقله بتوزيع 30 نقدي، اعلان بوبيان 9 نقدي 5 منحه، اعلان الوطني بتوزيع 35 نقدي 5 منحة، اليوم الامتياز سوف تعلن عن توزيع أرباح نقدية إن شاء الله، لكن احنا مثل ما قلنا نطمع بتوزيع أكثر. وأنا قاعد أتكلم الامتياز قاعد تطلب حاليا على الإقفال مليونين و100، مليونين و100 تطلب الامتياز، يعني 32 شراي عند الاسعار الحاليه. طبعا مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام الخليج وبرقان متماسكين، يعني عن بقيه القطاع المصرفي فيهم شراء قوي جدا الفتره الاخيره. اليوم المباني في المنطقه الخضراء بوبيان بتكماويات جيليتي وهيومن سوفت وميزان، اليوم هذه الشركات جميعها في المنطقه الخضراء، عندي استقرار لبعض الشركات لكن السوق الاول يعني وضعيته ما زال هناك تماسك، الوطني مطلوب على اقفاله، خاصة الشركات المتراجعة أغلبها مطلوب على إقفالها، زين اللي فاجلته بتراجع قوي جدا في نهاية الجلسة نتيجة الضغوط الواضحة في إقفال المزاد. أما بالنسبة لبقية لشركات السوق الرئيسي استثمارات اليوم مستقرة، واستثمارات عودتنا دائما على توزيعات جيدة، كانت المنطقة الحمراء في بداية الجلسة ومن ثم ذهبت الى المنطقه الخضراء ولكن اغفلت على استقرار. ارزان بوضعيه جيده مشاهدينا الكرام بعد ادراج شركه البورصه في الاس تي سي او تي سي اسف، لاحظنا نشاط واضح لارزان وللاولى وللاستثمارات الوطنيه وصعودهم بصوره كبيره جدا، خاصه الاولى تداولها اليوم 15 مليون و800 وارزان تداولها 14 مليون ونص تقريبا، يعني شركات البورصه اللي تملك في البورصه لها دور كبير جدا في نشاط السوق وبالكميه المتداوله. لاحظنا اليوم عيان على لون اخضر بعد التراجع في بدايه الجلسه، تغيرت تقريبا تراجعت فلس ولكن ردت مره ثانيه بقوه، الخليجي اليوم تداوله جيد لكن على المنطقه الحمراء مستوى 60 فلس، ولاحظنا الامتياز اللي ننتظر نتائج الماليه مشاهدينا الكرام بتداول حوالي 17 مليون، والوطنيه العقاريه اليوم على لون اخضر وعربيه عقاريه والانماء العقاريه، واليوم عندي ابيار على تراجع ب 7 مليون 300 وارتفاع لدبي الاولى ومدينه الاعمال اللي دائما عودتنا على توزيع ارباح جيده، ولاحظنا اليوم كيبلات اليوم بنشاط واضح وتسجيل مستوى جدا قياسي وصل اليوم 517 الكيبلات، واعتقد الكيبلات لديها توزيعات مجزيه، مينا والمدن اليوم في المنطقه الخضراء، ولاحظنا تنظيف من المنطقه الخضراء والتنظيف دائما عودتنا كذلك على توزيعات مجزيه، التعليميه خلاص انتهت سنتها الماليه عن الربع الاول، استقرار في نتائج الربع الاول، الرابطه على توزيعات دائما جيده الرابطه، ونلاحظ نابسكو من ضمن الشركات اللي دائما توزع توزيعات جيده، المعامل من ضمن الشركات اللي توزع كذلك توزيعات جيده مشاهدينا الكرام، وان طبعا نتكلم عن شركات المنطقه الخضراء اللي خاصه عندها توزيعات، المشتركه توزيعات جيده دائما اليوم في المنطقه الخضراء، ومشاعر ممكن توزع هذا العام، ومبرد من ضمن شركات التوزيعات العام مبرد توزع 5 ب5، يعني شركات رخيصه جدا مشاهدينا الكرام تحت ال 100 فلس وقيمه دفتريه مرتفعه تقوم بتوزيعات جدا ايجابيه، لذلك نتامل ان تكون التوزيعات مغريه خلال الفتره القادمه
يكون هناك توزيعات إيجابية على أكثر من شركة، خاصة شركات التوزيعات اللي لاحظنا فيها نشاط واضح في اليومين الماضيين. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى إن شاء الله جلسة الغد أن تكون جلسة ارتدادية، جلسة خضراء من بدايتها حتى النهاية إن شاء الله. كل الشكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم رابع جلسات هذا الأسبوع واللي كانت على تراجع 12 نقطة المؤشر العام. خلونا نقرأها قراءة فنية على مستوى أسبوع كامل، وأيضا بالأخص هذه الجلسة مع الوقفة الفنية الأسبوعية والأستاذ نواف العون. حياك الأستاذ نواف، يا أهلا مرحبا فيك. حياك الله أخي رائد، أحييك وحيي السادة المشاهدين. حياك الله. كيف وضعية السوق حاليا خاصة في آخر ساعة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جلسة اليوم لاحظنا فيها حضور في آخر ساعة بالنسبة لقطاع الاستثمار، تحديدا نتكلم عن سهم الامتياز، أيضا سهم الأولى الاستثمار اللي كان متألق من بداية هذا العام بتداولات طبعا هذا الشهر. احنا قاعد نتكلم عن رغم التراجعات اللي يعني اصيب فيها السوق الكويتي بشكل عام بسبب الضغوطات الجيوسياسيه، لان وجدنا طبعا سهم الاولى متماسك، جلسه اليوم اقترب من تحقيق احد اهدافه الفنيه، بالاضافه لعمليات الدخول اللي شهدناها في طبعا نهايه الجلسه او في اخر ساعه بالنسبه لسهم الامتياز، بفضل طبعا البيانات الماليه اللي تم اعلانها بالنسبه لسهم الامتياز. هذا الامر ساهم على حركه او نوع من النشاط بالنسبه لقطاع الاستثمار رغم تراجع المؤشرات الرئيسيه الثلاثه، بالاضافه الى طبعا الضغط اللي كان يعني مسيطر على حركه مؤشر السوق الرئيسي، وطبعا مصحوب بالاسهم الصغيره. نتكلم عن سهم الاولى، الا طبعا سهم الاولى ظل متماسك طوال الجلسه في المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى تعديل بعض الأسهم مثل سهم عيان. نتكلم كان هناك طبعا مثل ما ذكرنا في حضور بالنسبة للأسهم قطاع الاستثمار. نتكلم بشكل عام عن طبيعة التراجعات اللي احنا قاعد نشوفها اليوم، ثالث جلسة تعتبر نوعا ما حمراء لو استثنينا جلسة الأمس بالنسبة للارتفاع بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي، واللي كان ارتفاعه يعتبر طفيف نوعا ما. يعود طبعا هذه التراجعات لأسباب عدة، أهمها موضوع السيولة والأحجام اللي تم يعني تراجعها بشكل كبير. احنا نلاحظ أن الفترة الأخيرة بدأنا يعني نقلص هذه الكميات، ابتدأنا طبعا في نهاية الشهر الماضي نتكلم عن أكثر من 250 مليون سهم، التداولات هذه بدأت يعني تضعف وتقل وتتقلص، بالإضافة إلى الهبوط التنازلي اللي احنا قاعد نشوفه على السيولة أثر طبعا بطبيعة الحال على حركة المؤشرات. يعني احنا نقول نتكلم بشكل متتالي، خصوصا عند وصول هذه المؤشرات الرئيسية الثلاثة عند مستويات فنية سعرية هامة وتحتاج إلى زخم وسيولة أكبر، واللي راح إن شاء الله نوضحها على الرسوم البيانية إن شاء الله. بداية السوق العام و 6359 نقطة اليوم. طبعا بالنسبة لمؤشر السوق العام تكلمنا قبل أكثر من شهرين تقريبا عن مدى أهمية مستوى المقاومة 6155، واللي كان يمثل أعلى نقطة تم تحقيقها بالنسبة لمؤشر السوق العام، واللي حققها العام الماضي في شهر أغسطس تحديدا، وبعدها شفنا عملية التصحيح والهبوط الحاد اللي طال مؤشر السوق العام، بعدها شفنا عملية الارتداد. وضحنا بأن هذه المقاومة مجرد ما يتم اختراقها سيكون هناك أهداف تالية عن مستوى 6360 إلى 6420، هذه منطقة هامة يستهدفها المؤشر مجرد ما أن يتم اختراق مستوى 6155. وبالفعل طبعا مجرد ما أن تم اختراق هذا المستوى لاحظنا دخول المؤشر إلى المنطقة المستهدفة، تحديدا كانت أعلى نقطة عن مستوى 6417، واللي يعتبر هذا تحقيق مثالي للهدف، اللي بعدها طبعا شفنا عملية التراجع. نبرر عملية التراجع هذه لو لاحظ يعني نتابعها على آخر موجة صاعدة، راح نلاحظ أن هذا الصعود واللي اقترب فيه من تحقيق الهدف واللي كانت أعلى نقطة فيه تقريبا عن مستوى 6420 لم يصاحبها تداولات عالية، بل أن مع اقتراب المؤشر من تحقيق هدفه لاحظنا أن الأحجام والكميات بانخفاض، وهذا يبين لنا عملية الفوليوم وعدم قدرة المؤشر على اختراق مستوى المقاومة. وهذا الانخفاض اللي احنا قاعد نشوفه على المؤشرات يعتبر دلالة مبكرة على عدم قدرة المؤشر على استمرار عملية الصعود أو التراجع وعملية التصحيح من هذه المستويات. وضحنا بأن هناك مستويات مقاومة عند مستوى 6260، والدعم التالي عند مستوى 6155 هو المستوى الأهم والأقوى في الفترة الحالية.
بعد ما تم تحقيق هذا الهدف لاحظنا في الجلسة التالية شفنا عملية الانخفاض، صحيح ما وصلت إلى مستويات الدعم عند مستوى 6260 كانت أدنى نقطة تقريبا اللي حققها المؤشر، عند مستوى 6315 تقريبا كانت أدنى نقطة حتى جلسة اليوم احنا قاعد نتكلم رغم هذه التراجعات لأنه لم يصل إلى مستوى الدعم. حاليا مو بالضروري يصل إلى مستوى الدعم، يعنينا أن يتم اختراق مستوى 6420 بتداولات عالية. احنا هذه طبعا الشارت الى تداولات الامس، نلاحظ ان رغم عمليه التذبذب والانخفاض البسيط اللي احنا شفناه على مؤشر السوق العام الا ان ما زالت الاحجام ضعيفه ومتواضعه ولا تخول المؤشر من اختراق مستوى 6420. لذلك احنا ننتظر هذه مستويات الدعم ما لم تحضر هناك سيولة وكميات عالية تمكن المؤشر من اختراق مستوى 6420 حتى يستمر في عملية الصعود وتحقيق مستوى 6600 الهدف التالي بعد مستوى 6420. ممتاز. الآن المؤشر مؤشر الشركات القيادية ومستويات 7093 نقطة. نعم طبعا نفس الطريقة احنا تكلمنا قبل أكثر من شهرين عن مستوى 6800 واللي كان يمثل أعلى نقطة تم الوصول لها، وبعدها شفنا عملية التراجع والتصحيح وذكرنا بأن اختراق هذا المستوى هام ويمكن المؤشر من طبعا استمرار عملية الصعود وتحقيق الهدف 7180 واللي يعتبر أول الأهداف اللي ممكن أن يحققها بعد اختراق مستوى المقاومة. وبالفعل طبعا شفنا عملية الصعود اللي تمت وكانت أعلى نقطة تقريبا عند مستوى 7172 بمثل يعني بفارق نتكلم عن تقريبا 8 نقاط عن تحقيق الهدف، وبعدها شهدنا طبعا نوع من التراجع. وضحنا من خلال طبعا الموجة الأخيرة الصاعدة عملية أيضا انخفاض الأحجام وتراجع الكميات بشكل ملحوظ، هذا الأمر اللي يعطي إشارة مبكرة عن عدم قدرة المؤشر على استمرار عملية الصعود واختراق مستوى 7180 اللي يمثل مقاومة يواجهها المؤشر. وضحنا من خلالها أي تراجع في الوقت الحالي قد يصل بالمؤشر إلى مستوى 6965 وبالإضافة إلى مستوى 6835، هذه مستويات دعم مستهدفة في الوقت الحالي ما لم أيضا تظهر كميات عالية تمكن المؤشر من اختراق مستوى 7180 واستمرار عملية الصعود لتحقيق الأهداف التالية. نتكلم عن مستوى 7420 تقريبا. ففي الوقت الحالي شفنا احنا طبعا التراجع في جلسة الأمس، وصلنا فيه تقريبا أدنى مستوى عند 7033 كانت أدنى نقطة لم نصل فيها لمستوى الدعم، يعني احنا نتكلم عن فارق تقريبا أكثر من 70 نقطة عن أدنى نقطة تم الوصول لها. في الوقت الحالي احنا ننتظر اما اختراق 7180 بتداولات عالية او استمرار عملية التذبذب وانخفاض الاحجام والسيولة مثل ما احنا لاحظناها في جلسة اليوم. شفنا يمكن سيولة مؤشر السوق الاول في جلسة اليوم يعني كانت تقريبا حدود 23 مليون، فهذه تعتبر نسبة متراجعة مقارنة في الجلسات السابقة. لذلك اما ان نصل الى مستوى الدعم ويتم عملية الارتداد مرة اخرى او اختراق مستوى المقاومة بتداولات عالية. السوق الرئيسي الآن على عجالة. أيضا السوق الرئيسي تكلمنا في السابق عن مستوى 4810 وقلنا اختراق هذا المستوى راح يوصلنا للهدف التالي عند مستوى 4920، وبالفعل تم تحقيق الهدف الأول واستمرت عملية التذبذب بشكل مؤقت حتى طبعا واكب مؤشر السوق الرئيسي حركة بقية المؤشرات ومؤشر العام ومؤشر الأول حتى تم طبعا تحقيق مستوى 4920 كانت أعلى نقطة تم تحقيقها في الفترة الأخيرة عند مستوى 4920. ووضحنا أيضا بأن هناك انخفاض للأحجام والسيولة، الأمر اللي يعطي انطباعا عملية التراجع بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي إلى مستويات الدعم. وصلنا في جلسة اليوم تقريبا إلى مستوى 4870 بفارق 20 نقطة عن مستوى الدعم. أيضا لم يتم اختراق مستوى 4920، يعني في الفترة الحالية أن يتم هذا الاختراق بتداولات عالية تمكن المؤشر من استمرار عملية الصعود. متى ما تمكن طبعا المؤشر من اختراق هذا المستوى سنستمر في عملية طبعا الصعود، مجرد ما يتم اختراق مستوى المقاومة مثل ما ذكرنا راح تستمر عملية الصعود حتى يتم تحقيق الهدف التالي عند مستوى 5050. وطبعا الثبات فوق مستوى 4920 يعتبر أمر مهم ومطلوب يعني في الفترة الحالية حتى يمكن المؤشر من الاستقرار في حال أي تراجع عند هذه المستويات. يعطيك العافية وشكرا لك على هذه القراءة الفنية على جميع المؤشرات. المحلل الفني الأستاذ نواف العون شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم دائما وأبدا مشاهدي ومتابعين برنامج المؤشر. نلقاكم إن شاء الله على خير في تداولات ختام هذا الأسبوع إن شاء الله في يوم الغد. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.